يمكن الإجابة على ذلك. طيب دكتور فقي، نتحدث عن ثلاثي كما قلنا في هذا الإعلان، نتحدث عن إيران والبرازيل وتركيا، والثلاثة يعتبرون هذا إعلانهم، هذا اتفاقهم. هل تعتقد، يعني الأسئلة يجب أن توجه فقط لإيران باعتبارها هي المعنية، هي يعني هي الأساس في هذا الإعلان، أم أن أيضا البرازيل وتركيا معنيتان بشكل أو بآخر بتقديم استضاحات وربما يتم سؤالهما؟ طبعا كان الإعلام مشترك، نعم، وهم وسطاء لعبوا دورا إيجابيا في لحل المشكلة نهائيا، ونأمل كلنا أن تحل هذه المشكلة. ولكن فإذا كان هذا الإعلان سوف يرفض من قبل أوروبا أو الوكالة الدولية أو الوكالة الدولية تحت ضغط غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فإذا كان هذا الوضع فهذا سوف يعقد الأمور. فإذا كان هناك رفضا كاملا لهذا، بينما إذا كان هناك طلب للاستضاحات فيعني هذا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالب أخرى، كما ذكرت سابقا، مطالب أخرى حول مصالحها في المنطقة، الحفاظ القلق على مصالحها في المنطقة للمدى البعيد. فهم يفكرون إلى 20 سنة، في 20 سنة والسنين سنة المقبلة، ويأخذون قراراتهم الآن على أساس المدى البعيد وليس على أساس المدى القريب. يعني إيران اليوم شيء وإيران سوف تكون شيئا آخر غدا، لذلك فهم الآن يأخذون قراراتهم على هذا الأساس، ويريدون أن يضمنون من خلال موافقة على حق إيران في استعمال الطاقة السلمية وحقها في دورة اليورانيوم، أن يأخذوا ضمانات في مصالحهم في المنطقة من قبل إيران، ومساعدتها في حل بعض الأمور السياسية التي تتعلق والتي تعرفونها في منطقة الشرق الأوسط. أنا اسمح لي أتحول إلى يعني سؤال آخر أو محور آخر يتعلق بهذه الحلقة والمرتبط بموضوع العقوبات، مشروع العقوبات الذي تحضر له الولايات المتحدة، طبعا هو مشروعها ومعها بقية الدول. السؤال وجهه لفضيلة الشيخ إبراهيمي. فضيلة الشيخ، يعني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عندما يقول أن إصرار الولايات المتحدة وحلفائها المضي قدما في مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة إنما يؤكد وجهة نظرنا القائلة بأن أمريكا ليست جديرة بالثقة، هل تعتقدون يعني يمكن أن يبنى على هذه المسألة وإيران هي تتابع بجدية ما يحضر في مجلس الأمن؟ نحن نعتقد أن أمريكا لم يكن لها نية التعامل مع إيران، ولذلك أي مكان تريد المحادثات أن تقدم نوع من الثمر هي تقدم بعض الشروط، باعتبار تستصعب الأمور من قبل التهديدات وخطة المواجهة وعدم التفاهم. نحن وبحسن نيتنا دونا هذا الإعلان، لكن أمريكا سرعان ما طرحت قضية مسودة القرار في مجلس الأمن وتريد الآن المصادقة عليه واستصداره من مجلس الأمن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يؤكد أن أمريكا ما زالت هي تعرقل العمل مع إيران والمحادثات إيران، ولا تريد استبدال أدائها بالصداقة مع إيران. ونحن نعتقد أن الأمريكيين من الصعوبة عليهم جدا أن يتوافقوا وتوافقوا مع إيران، لأنها علما أن هذا البيان بيان طهران، إعلان طهران وفر كل شروطهم ولا يدع أي مجال لاستصدار أي قرار، إلا أن أمريكا دأبها ودأب كل السلطويين هذا هو
ويعتمدون على الأسلحة النووية ويهددون بها. نحن نعتقد أنهم يفتقرون إلى روح التفاهم، لكن عليهم أن يعلموا أن عمر وفترة السيطرة والهيمنة قد انتهت، والدول تطالب بالحريات، وهذه السلطة السلطوية من السلطة الكبرى قد انتهت. اسمح لي أيضا أبقى في إطار ما يحضر في مجلس الأمن، لأن هذه النقطة لا يمكن إسقاطها. هل ينتظر أعضاء مجلس الأمن برأيكم رسالة إيران للوكالة الدولية، وقد وصلت الرسالة، حتى يذهبون للتصويت على القرار الجديد، أم أن الأمور برأيكم ما زالت معلقة ولن يتحقق ذلك؟ أعتقد أنهم حتى الآن لم يتوصلوا إلى التوافق ولم يتمكنوا من التوصل، وإن كان بإمكانهم فإنهم كانوا سيوقعون على استصدار قرار ضد إيران، لكنهم لم يتمكنوا ولم يفقدوا القدرة على استصدار هذا، إذ أنهم لا يتمكنوا ولم يكن لهم أي قدرة، وإن كان لديهم أدنى قدرة قد استصدروا البيان. حول هذه النقطة أيضا دكتور عادل، وزير خارجية ألمانيا يقول لم يتم الوصول بعد إلى النقطة التي يمكن أن يبدأ فيها مجلس الأمن بالتصويت على مشروع القرار، طبعا تحدث عن مشروع قرار العقوبات، مع أن وزيرة خارجية الولايات المتحدة كلينتون تتحدث عن الوصول إلى إجماع. الحقيقة برأيك يعني هل هي ضائعة حول هذه النقطة؟ يعني هناك غموض في هذا الموضوع، يعني غموض في الموقف الروسي وغموض في الموقف الصيني. يعني روسيا مطالب من الولايات ثمن وللصين ثمن، فهل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي هذا الثمن إلى روسيا؟ الأمريكيون يقولون أنهم يعني ضمنوا الموقفين للصين والروسي، يعني فإذا كانوا ضمنوا فإنهم قد دفعوا الثمن سريا، فالاتفاق ضمني قد دفعوا الثمن لروسيا والصين. طيب في هذا السباق كيف ترى يعني سير الامور ذاهبه باتجاه مشروع قرار عقوبات ام القبول باعلان طهران والدعوه للتفاوض او الجلوس مع الوكاله الدوليه للطاقه؟ ربما روسيا والصين تريد ان تدفع يعني هذا تحليل سياسي، واي مفكر سياسي يمكنه ان يعطي هذا الرأي. هناك إمكان أن روسيا والصين تريد أن تضع الولايات المتحدة في موقف صعب، موقع مواجهة مع إيران. طيب فضيلة الشيخ بكلمة، أين س يعني أو كيف ستنتهي هذه المسألة بعد توجيه الرسالة للوكالة الدولية؟ أعتقد أننا عندما يقبل بيان طهران ستكون تعاملات أخرى، وإن لم يتم توافق عليه ويرفض نحن سنواصل دربنا، ولدينا الطاقة على أن نعمل عملنا بكل جدية وصدق. أشكرك ونخصب اليورانيوم 20%. تشكر لكم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أشكر انضمامك إلينا في هذه الحلقة، كما نشكر انضمام يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان معنا من فيينا، ونشكر حضور الدكتور عادل فقيه العضو السابق في لجنة الاندماج في برلمان بروكسل. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، والسلام عليكم. شكرا.